السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. إذا إحنا الآن في بيئة نظام الويندوز. ويندوز طبعا اللي أنا بستخدمه هو ويندوز 8، ويندوز 8 ممكن أنت تستخدم ويندوز 7 بنفس الطريقة، وممكن تستخدم هاي الطريقة للويندوز 10، ما تفرق كثير. طبعا في إصدار ويندوز 10 أيضا موجود، لكن أنا ما حاب أستخدمه أكثر. نظام بتصوري وعن تجربة، يعني ويندوز 7 كان شيء جدا جيد بالنسبة لمجموعة الويندوز. أنا طبعا من مناصرين اللينكس، صعب أقارن الويندوز مع اللينكس، لأن اللينكس بيعتبر شيء بروفيشنال، شيء محترف. لكن بالنسبة لنسخ الويندوز، أنا شفت أنه الويندوز 7 كان هو من أفضل النسخ اللي موجودة على مستوى أنظمة الويندوز. لكن ويندوز 8 حبيتهم أيضا. طبعا الويندوز 7 أقوى من الويندوز 8 وأقوى أيضا من الويندوز 10. يعني بحس أنه مايكروسوفت بدأت، يعني الويندوز 8 لو تستخدم أنت أفضل ما تستخدم ويندوز 10. المهم هو يبقى طبعا الاختيار لك أنت، وأنت اللي تقيم. خلونا نرجع لموضوعنا. هنا احنا بنلاحظ أنه أنا قمت بتحميل كل من الستوديو، جاسبر ستوديو، حملت الريبورتس أيضا، لاحظوا هذا على شكل زيب فايل، وايضا في عندي الاي ريبورت. هذا مش محتاج انا الاي ريبورت طبعا، فقط احتاج الجاسبر ريبورت بروجكت، وفي عندي ايضا الجاسبر ستوديو. طيب اعمل دبل كليك على الجاسبر ستوديو، اتاكد من تحميلك للجافا. اوكي، جافا لازم يكون منصبه لانه هي بتعتمد على الجافا، تم تصميمها بالجافا. نضغط على يس yes. خلونا نشوف الواجهه. اوكي، بتظهر لنا بهذا الشكل. نضغط على اجري، طبعا كلها next 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 وإلى آخره من الأمور. لاحظ كلها طبعا تم تصميمها، أيضا فيها أشياء في جافا اف اكس. أوكي، فتنتظر التحميل، يكمل التحميل. في نفس الوقت ممكن أنه إحنا نشوف محتويات هذا الملف اللي هو جاسبر ريبورت اللي إحنا حملناها. أوكي، المكتبة اللايبراري اللي إحنا ذكرنا أنه لازم تحملها، لأنه حتى إذا كنت تشتغل على مشروع حتى تجعل الريبورتس في داخل هذا المشروع لازم يكون عندك المكتبات الأساسية. في المكتبات الأساسية هنا عندنا جاسبر ريبورتس، في عندك فقط تحتاج إلى 3 ملفات مهمة جدا. حتكون في مكان اللي هو ديست، اللي هو ديسترو أو ديستريبيوشن. أوكي، الديست حتلاقي فيها أتصور 3 ملفات اللي هو شكل جار فايل. لاحظ جار فايل، جار فايل اكسكيوتبل، قابل للتنفيذ. هذا انت حتحتاجها، هذه الثلاثة حتحتاجها حتى تضمنها في داخل إكليبس او في داخل نت بينز حسب المشروع اللي انت بدك تعملها، وحنشوف كيف راح نستخدمها. اوكي، اذا هذا مهم جدا انه انت تقوم بتحميلها. اتصور في باقي الأشياء اللي في داخلها مش مهمة، مش ضروري، هي فقط documentation test web settings build. مش مهم، فقط في داخل الديست حتحتاج هذه الملفات الثلاثة. أوكي، فممكن تأخذ هذه الملفات وتعملها extract، يعني تستخرجها لبرا الزيب، لأنه الآن يعتبر أيضا في داخل الزيب. أوكي، زيب فايل. فممكن انه انت تجي على الريبورت مثلا، تعمل هنا كوبي، تجي على الديسكتوب مثلا، تعمل هنا رايت كليك بيست، حيبدأ بعملية الاكستراك. لاحظ، نلاحظ هنا انتهى ويقول لي هل تريد تعمل الرن. ممكن انه اضغط على الفينش واعمل رن للستوديو، جاسبر ستوديو. خل شلت الصح طبعا، مش حيشتغل لانه انا عندي هنا في شيء اخر دا يتنفذ. طيب ممكن ايضا الذهاب مثلا جاسبر، هذا اضغط على الجاسبر حيشتغل عندي الواجهه. لاحظ تظهر لك بهذا الشكل اللي هو جاسبر سوفت ستوديو كوميونيتي اديشن. اوكي، في عندهم ايضا نسخه بفلوس، طبعا اكيد فيها دعم وفيها اشياء كثيره، بس لكن هذا كلش كافي لك، يعني في الجاسبر سوفت ستوديو كلش كافي لك في الكوميونيتي اديشن. اوكي، طبعا النسخة اللي المدفوعة اللي هي بفلوس أكيد حتكون فيها تيمبليتات كثيرة، ثيمات كثيرة، وأشياء إضافية كثيرة بتكون بها. بس أنا أشوف أنه الكوميونتي جدا كافية، جدا كافية أنه أنت تصنع ثيماتك وأنت تصنع فيها تقاريرك المتنوعة، سواء كان على شكل شارتات، سواء كانت على شكل خطوط بيانية، يعني أي شيء كان ممكن تصنعها عن طريق الجاسبر سوفت ستوديو كوميونتي إديشن. فهذا بيقوم عملية التحميل. أوكي،
تعمل اكستراك عادي. خلينا نوقف هذا لانه ممكن ده ياخذ من البروسيس. خلينا هنا كانسل، ننتظر هذا يشتغل. ممكن اعمل بوز بس انا اخاف انه يظهر لي مثلا نافذ الشيء، فحب انه يكون الشرح واضح. time 5 minutes. يلا هذا مشكلتي انا، لانه الويندوز فيموير انا اعطيت له رام واحد يا ظالم النفس، اعطيت له 1 جيجا، فاكيد 1 جيجا وهذا يعني يلا جاسبر. طبعا في فريم وركس كثيره، في مكاتب كثيره للجافا. الجميل في جافا انه كل شيء موجود في داخلها. يعني اليوم احنا بدينا في الاساسيات وبدينا بالمتقدم وبعد ذلك الداتابيس، بعد ذلك الواجهات الرسميه والى 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 اخره. اليوم حنسهل امور كثيره. يعني اليوم في عندنا فريم وركس كثيره تغنينا على كتابه الكود من الصفر. لاحظوا الان ريبورتس ممكن انت كتابته من الصفر، وممكن اعتماد على هذا مكتبه جاهزه مفتوحه المصدر. ليه التعب؟ يعني الفكرة هون تكون متكاملة. أظن أنه بياخذ وقت كثير. خلي نعمل بوز. أنا خايف تظهر نافذة معينة شيء. حامل بوز بيشتغل وارجع لكم مرة أخرى. نلاحظ أنه بيظهر لنا نافذة. أنا بيسألك أنه إذا أنت تسمح أنه فريق الجاسبر سوفت يتقون رسائل حتى يعرفون كيف انه البرنامج بيشتغل. حضرت على يس، ما عندي مشكلة. لاحظ يقوم بالتحميل. يلا لاحظ ايضا بيعتمد على الايكليبس. يعني بعض المركبات فيها تم تصميمها على اساس ايكليبس. عفوا، هنا نلاحظ الواجهة الأساسية الرئيسية للجاسبر سوفت ستوديو. أوكي تمام، إذا ضع يظهر لك بهذا الشكل. get start learn more collaborate. ممكن أنه أنت أيضا تضغط هنا close. طيب حيظهر لك نفس الشكل، لاحظ مثل الإكليبس صح؟ بتحس أنه نفس الإكليبس، لكن أكيد بيفرق عن الإكليبس. لكن هي هذه الواجهة بالنسبة لجاسبر سوفت ستوديو. حنشوف كيف انه احنا راح نعمل فيها ريبورت ونغزل هذه الريبورت. وفي عندك ايضا البروجكت اكسبلورر، اوكي موجود فيها ماي ريبورتس، ونلاحظ الجار فايلز والجاسبر ريبورتس لايبرري. طيب اذا هيك حالة احنا وصلنا لنهاية الدرس، كيف طريقة تنصيبها على الويندوز. بالدرس القادم مفروض انه نتعلم كيف نصبها على اللينكس. لهنا خلونا نقول لكم مع السلامة.